ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة الكرام، متتبعي مباريات الليغا، الجولة رقم 25 تتواصل مع حضراتكم على الهواء مباشرة من مدينة فالنسيا، من ملعب مدينة فالنسيا على وجه التحديد. 26,000 متفرج أتوا لمشاهدة ريال مدريد الفريق الزائر ولصاحب الضيافة والدار والملعب والرغبة بالتقدم إلى الأمام اللي هو ليفانت، لأن ليفانت في المركز رقم 13 ورصيد 29 نقطة. محاولة فريق ليفانت إلى النقطة رقم 55 وفاز بطولة الدرجة الثانية. صاحب الضيافة والداري، لكن هنا مدينة فالنسيا وهنا البسيطة، لكن مع مشاركة هذا اللاعب هازارد لعب بعض الدقائق امام سيلتا فيغو، يعتمد الان هلا هلا على الجد والجد، هلا هلا عليه. دخلنا الان في هذه الجوله ودخلنا الان في دوري الابطال، لذلك الان سكيه اعتياديه ما بين البرشا في الوقت الحالي تبدا من جديد، وكريم بنزيما سدد، لكن الكره تستقر عند حالها. ولكن بالمناسبه ما يرالي يلاقي فريقه السابق، لان لعب لريال مدريد 20 مباراه وسجل 3 اهداف. صافره من قبل حكم المباراه، حكم خبير السيد هرنانديز دولي، يحمل الاشاره الدوليه، 8 سنوات في اداره مباريات الليغا، يتلقى بطاقه لن يلعب الكلاسيكو. ممكن باوكت الكره في الجهه اليمنى، محاوله داني كارفخال يتقدم، شاهدوا ميسي وكيف تفوق برشلونة الثالثه، وامام كريم بنزيما وامامك التسديده الثالثه تستقر عند حارس المرمى. اي طلاقه ممتازه تاتي من هازارد، يقود المحاوله يسدد لكن ضعيفه تستقر عند حارس المرمى. الملكي يحاول يسجل الجول الاول، ممكن الجول الاول والتسديده، لكن يبعدها ايتور. شوف الان المحاولة الأولى كانت من كريم، وصلت إلى إسكو يسدد وتسديده على الجد الآن. يعني نعم في إصابة، والإصابة عقدت الحقيقة تألق البلجيكي الكبير هازارد، ولكن يعود الآن الآن عطى، لكن تأخر. وتوني كروز على التنفيذ مباشرة اللعبة، يبعد المدافع في صافرة من حكم المباراة والإطلاق. وصلت ريال، محاولة ريال مدريد أمام خطيرة، يبعدها مارسيلو، التسديدة حاضرة لكن اصطدت، أعتقد تحولت إلى كرة. كريم بنزيما يخلصها مرة أخرى إلى هازارد، هازارد تصل جهة هازارد، خطأ بهذا الشكل العالي، استقبال جيد. إيتور يخرج، المرمى فاضي، المرمى فاضي، الله ما عليه، ما عليه، حلوه حلوه اللقطه، ما كانت جول، كره ما فيه شيء، على اساس تصل الى صاحب الضيافه والدار والفريق الذي يتلقى محاولات كثيره، يعني في مؤازره كبيره جدا. الريال يتبادل الكرات مره اخرى الى اسكو، الكره البينيه الى هازارد اللي يبدا في اليوم زيدان ويبقي صح. وصلت الى اسكو، اسكو ينقل الكره عاليه بايام على الفرق الكبيره التي تطلع الى عاليه، يتركها هازارد لان مارسيلو لعبته، وصلت الى مارسيلو، مارسيلو يحولها اللاعب الكبير موراليز، خطيره صارت جدا، يتابع المدافع والتغطيه سليمه من فار اسكو، يتابع يني، خطيره خطيره خطيره، التسديد لاعب كبير مع نادي صغير، لكن يخطف الكره مارسيلو، يسقط على ارضيه الملعب.